أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والعملات الرقمية والمعادن النفيسة. ارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 1.63%، يسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 90.30 دولارا للبرميل الواحد. وواصلت أسعار النفط الارتفاع لليوم الثاني على التوالي خلال التعاملات أو تعاملات يوم الثلاثاء، على خلفية تجديد المخاوف بشأن شح المعروض في الأسواق وسط توقعات باتجاه منظمة أوبك بلس لخفض إنتاج الخام. من المقرر أن تجتمع منظمة أوبك بلس وحلفائها غدا الأربعاء مع توقعات بأن تتجه لخفض الإنتاج بأكثر من 1 مليون برميل يوميا، ليكون ذلك هو أكبر خفض لإنتاج النفط منذ عام 2020. على صعيد مستجدات الأسواق العالمية، أظهرت تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية أن خطة مجموعة الدول الصناعية السبع للحد من أسعار صادرات النفط الروسية يمكن أن توفر 160 مليار دولار سنويا لأكبر 50 سوقا ناشئة. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليرتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.84% عند 1716 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع تزامنا مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. إلى ذلك أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن إطلاق عقود آجلة وفورية جديدة للذهب المادي، وأشارت إلى أن إطلاق المنتجين الجديدين يوفر للمتداولين والمؤسسات المالية المشاركة القدرة على استخدام الذهب المادي كدعم للوصول إلى مصادرة إقراض قصيرة الأجل معقولة التكلفة مدعومة بالضمانة التي توفرها دار المقاصة التابعة للبورصة بصفتها طرفا مركزيا ثالثا. وعلى صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم، وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 3.80% لتغلق فوق مستوى 19951 دولارا. ارتفعت العملات المشفرة مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي بعدما أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ القطاع الصناعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2020.